وبركاته. وهذه رسالة على أبناء اليمني، خاصة فهد اليمني. يا فهد، أنت تزوجت بنات إثيوبية، تروح تطلق، ترك كشمك، تروح تطلق قبل ما يصير مشاكل. يا خبيث وخبائس، أكبر خبيث. اليوم تزوجت وأنت بكرة يجي خويك يتزوج، بعد بكرة تاني تزوج، كل بنات إثيوبيين يصيروا زوجة اليمني. حنا مساكين، وين من وين نتزوج؟ يا خسيس وخبائس، تروح تطلق ترك كشمك. تعرف شغل إثيوبيين يعني ما يعلمك، أنت تعرف ها؟ قبل ما يصير مشاكل كبير تروح تطلق وتطلق. أي بنات إثيوبيين يتزوجوا أجنبي، سوداني ويمني وغير غير، هي خبيث وخبائس، ما هو إثيوبي. يا فهد تروح تطلق، تطلق، تروح تطلق ترك كشمك قبل. رحمة الله وبركاته. هذه رسالة على أبناء اليمني، خاصة فهد اليمني. يا فهد، أنت تزوجت بنات إثيوبية، تروح تطلق ترك كشمك، تروح تطلق قبل ما يصير مشاكل. يا خبيث وخبائس، أكبر خبيث. اليوم تزوجت وأنت بكرة يجي خويك يتزوج، بعد بكرة تاني تزوج، كل بنات إثيوبيين يصيروا زوجة اليمني. حنا مساكين، وين من وين نتزوج؟ يا خسيس وخبائس، تروح تطلق ترك كشمك. تعرف شغل إثيوبيين يعني ما يعلمك، أنت تعرف ها؟ قبل ما يصير مشاكل كبير تروح تطلق وتطلق. أي بنات إثيوبيين يتزوجوا أجنبي، سوداني ويمني وغير غير، هي خبيث وخبائس، ما هو إثيوبي. يا فهد تروح تطلق، تطلق، تروح تطلق ترك كشمك قبل.